طيارات جلوبال 5500 وجلوبال 6500 بيمثلوا أحدث إضافة لمجموعة جلوبال من إنتاج الصانع المشهور المتخصص بالنقل الجوي بومبارديه أيروسبيس. والطيارات الجديدة المصنفة ضمن فئة بزنس جيت نجحت بسرعة بالحصول على شهادة تقدير كتير مهمة من جانب الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران. وطيارات جلوبال 5500 وجلوبال 6500 بيستفيدوا من مقصورة كتير واسعة وعريضة تجمع بين الجاذبية على مستوى التصميم والفخامة على مستوى النوعية، إلى جانب عملانية الاستخدام، مع الإشارة أن الفئة 5500 بتساع 16 راكب وبيبلغ طولها 29 متر و50 سنتيمتر، بينما الفئة 6500 بتساع 17 راكب وبيبلغ طولها 30 متر و30 سنتيمتر. وبتأمن المقاعد الجديدة المبتكرة راحة جلوس عالية مهما كانت الرحلة طويلة، خاصة أنها عريضة ومصنوعة من مواد ناعمة مع إمكان تعديل أجزاء المقعد بتحكم كهربائي وبسهولة تامة لاختيار الوضعية المثالية. ومن خلال مجموعة من التجهيزات الإلكترونية المتطورة إضافة لشبكة إنترنت كتير سريعة، بيضل كل الركاب على اتصال بالعالم الخارجي مع إمكان تمضية الوقت باستخدام أنظمة التسلية والترفيه الموضوعة بتصرفهم كمان. إشارة أنه المساحة الداخلية ضمن بومبارديه أيروسبيس جلوبال الجديد إن كان بالفئة 5500 أو بالفئة 6500 مقسومة لثلاث قاعات أساسية بتوفر الخصوصية والفخامة بالوقت نفسه، مع تأمين غرفة للعمل وغرفة لتناول الطعام وغرفة للراحة، إضافة للحمام ولمجموعة من الخزائن العملينية. واللافت أنه من الممكن الاستفادة من مطبخ صغير بجلوبال 5500 مع تجهيزات كفيلة بتوفير وجبة طعام لعدة أشخاص، ومع طاولة وطقم سفرة بأمنوا أجواء شبيهة بالجلوس داخل واحد من المطاعم المترفة. وبتستفيد جلوبال 6500 من جهتها من مطبخ فخم مزود بمجموعة كبيرة من التجهيزات العصرية يلي بتسمح بتنفيذ أنواع كتير من المأكولات والأطباق بأعلى معايير الجودة والنوعية، من بين مثلا فرن على البخار. وكل هالمواصفات تكتمل من خلال عزل صوتي ممتاز عن الضجيج الخارجي بالتزامن مع تزويد المقصورة بنظام لتنقية الهواء الداخلي من الغبار والروائح، مع إمكان تعديل الحرارة الداخلية حسب الرغبة خلال وقت قياسي. وبالوقت يلي بيكون ركاب جلوبال 5500 عم بيستمتعوا برحلتهم، بيتولى الطيار ومساعده قيادة الرحلة بفعالية وأمان من داخل مقصورة تحكم كتير متطورة. وميكانيكياً هالبزنس جيتس الجديد من بومبارديه مزودين بمحركات من صنع رولز رويس بأمنوا سرعة تحليق كتير عالية توصل لحدود 1100 كيلومتر بالساعة، بالتزامن مع تحقيق خفض ملموس باستهلاك الوقود بلغت نسبته 13% مقارنة بمحركات طرازات جلوبال 5000 وجلوبال 6000 السابقين. ومع جلوبال 5500 الجديدة من الممكن عبور مسافة بتبلغ حوالي 11000 كيلومتر قبل الاضطرار للتزويد بالوقود من جديد، بشكل بيسمح بالسفر لأي مكان بالعالم بسهولة. واللافت أنه مع جلوبال 6500 ترتفع هالمسافة لحدود 12250 كيلومتر لتصير الرحلة المباشرة من لندن لهونغ كونغ أو لسنغابور مثلاً قابلة للتنفيذ. وكل هالأرقام تعتبر متفوقة بعالم صناعة الطيران ككل، وخاصة بالفئات يلي بتنافس فيها جلوبال 5500 وجلوبال 6500. إشارة أنه الحمولة القصوى خلال مرحلة الإقلاع بتبلغ 42000 كيلوغرام مع جلوبال 5500 وبتبلغ أكثر من 45000 كيلوغرام مع جلوبال 6500، يلي بتستفيد كمان من خزان وقود بسعة 3 أطنان إضافية مقارنة بخزان جلوبال 5500.